تبذل الدولة جهوداً كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وخاصة خلال أزمة كورونا، الأمر الذي أسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. من جهتها أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع زيادة معدل الصادرات غير البترولية بنسبة 22% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغ 17 مليار و701 مليون دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة، تضمنت قطاعات الصناعات الطبية والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، وكذلك قطاع السلع الهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث. تسعى الحكومة من خلال خطط التنمية إلى رفع مستوى معيشة المواطن، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران من جديد بأقصى طاقة ممكنة. وفي هذا الإطار أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022، وتتضمن الخطط خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة، مقابل 52% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة. كما تتضمن الخطة خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 2021-2022، مقارنة ب 9.6% في العام السابق عليه. يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة والمخصصة بالقرعة العلنية. وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب إن الجهاز سيقوم بتسليم 22 عمارة من 73 عمارة بمشروع سكن مصر أول سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر المقبل. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية لتصل إلى 1785 دولارا و93 سنتا للأوقية. على الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 671 جنيها للجرام، في حين بلغ الذهب عيار 21 سعر 783 جنيها للجرام. كما سجل عيار 24 نحو 894 جنيها للجرام، هذا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6246 جنيها. إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 9 أشهر، وتكبدت سوق الخام حتى الآن خسائر لسبعة أيام متتالية بسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا. سجل خام برنت تراجعا عند التسوية $1.27 بما يعادل 1.9% ليصل إلى $65.18 للبرميل. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على انخفاض $1.37 أو 2.2% إلى $62.32 للبرميل. ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 11.7% لتصل إلى 94.8 مليون طن، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويشير ارتفاع صادرات الغاز إلى استعادة السوق العالمي عافيته بقوة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق له، وتعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعا في حجم الصادرات بسبب جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي.